استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه برئاسة الحرس الوطني صباح اليوم الفريق أول مجاهد أنور خان رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية والوفد المرافق بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة السيد أفضل محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى المملكة. في بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة مشيدا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما وصلت إليه من تطور ونماء في كافة المجالات خاصة في المجال التعاون العسكري والذي يهدف إلى رفع وتعزيز مستويات الكفاءة والجاهزية لدى الجانبين. بدوره أكد الفريق أول مجاهد أنور خان رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية أن أفق التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني وصلت إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك مؤكدا تطلع الجيش الباكستاني إلى تعزيز هذا التعاون بما له من شأن يصب في صالح البلدين الصديقين وشعبيهما ويحفظ الأمن والاستقرار ويحمي المكتسبات والمنجزات. كما بحث الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض العديد من أوجه التعاون بين الجانبين.